لقد وقعنا أيضا هذه الظهيرة مذكرة تفاهم هامة ما بيني وزميلي معالي الوزير الجبير هذه المذكرة التي تركز على تعميق علاقاتنا الدبلوماسية من خلال استشارات دبلوماسية مستمرة تغطي كافة الأصعدة على بينما تركز الاتفاقيات التجارية والاستثمارية نتطلع إلى الدعم في كافة المجالات التي تساعد برفع من سوية علاقاتنا السياسية إلى مستوى استراتيجي. هذا يؤشر على رغبة الدولتين لتعميق هذه العلاقة الهامة. أريد فقط أن أكرر في الختام كلماتكم أنه بالفعل فإن هذه الزيارة إلى المملكة العربية السعودية هي لحظة من الانتصار التي تعكس الشراكة ما بين بلدينا. لن أكرر أيضا كلماتكم التي قلتموها حول الأمور المتعلقة باليمن وسوريا، ولكن الشعوب تحتاج أن تعود إلى حياتها الطبيعية، كما قد تحدثنا عن القضية الفلسطينية، ونعيد ونؤكد التزامنا في دعم حق الشعب الفلسطيني لتحقيق السلام والحياة والوصول إلى الحياة الحرة الكريمة بتعايش سلمي مع الإسرائيليين. نحن نتطلع لاستكمال العمل معا في مجالات مشتركة ولاحقا باجتماع قمة الـ20 في روسيا، حيث سنستمر بدعم صوت الدول النامية فيما يتعلق بالأمور التنموية والأجندة التنموية. أستغل هذه الفرصة نيابة عن الرئيس زوما والحكومة والوفد الوزاري ورجال الأعمال لكي أقول لشعب المملكة العربية السعودية شكرا. عبد الهادي حبتور from الحياة نيوزبيبر AFP. Your Excellency, صاحب السعادة President الرئيس زوما في خطابه لرجال الأعمال قال بينما تكون علاقاتنا السياسية مع السعودية قوية فإن علاقاتنا الاقتصادية والتجارية يجب أن يعاد النظر بها. كيف يمكن للبلدين أن يعززا من العلاقات الاقتصادية لكي تصل إلى ذلك المستوى الذي عليه العلاقات السياسية؟ والسؤال الثاني لمعالي الوزير الجبير، الرئيس روحاني قال بالأمس أن طهران ليست مهتمة باستمرار التوتر مع السعودية، وعبر عن رغبة إيران بحل كافة المشاكل مع السعودية. ما هو رد المملكة العربية السعودية على هذا الموقف الإيراني؟ شكرا. إن رفع علاقاتنا الاقتصادية، إن كان هذا هو السؤال، فهو ينظر إلى نواحي أخرى لم نتمكن من مراجعتها. كانت هناك اجتماعات عدة أشار إليها معالي الوزير الجبير. التقينا أيضا بأرامكو، التقينا بكل الاستثمارات، الشركات الاستثمارية العملاقة هنا بما فيها تلك التي في الصناديق السيادية الاستثمارية، وأيضا نظرنا إلى كيف يمكن لنا أن نبني على نقاط قوة بعضنا البعض في القطاع الزراعي والمنتجات الزراعية.
بحيث يمكن أن نقوي ونعزز كما قلت علاقاتنا الثنائية التجارية وأن نرتقي بها إلى مستويات أعلى. الأمور المالية التي تحدثنا عنها تحدثنا عليها على مختلف المستويات، الشركات التي تحتاج للدعم من مليون دولار، الشركات التي قد تحتاج دعما، الشركات المتوسطة وأيضا الشركات الكبيرة التي يمكن أن كالمشاريع التي زرناها هذه الظهيرة. العلاقات السياسية ورفع سوياتها يستمر بتبادل المعلومات الهامة وتعزيز علاقاتنا السياسية. أيضا أمضينا وقتا نناقش أنا وزميلي معالي وزير الخارجية التزامنا لما يتعلق بمحاربة الإرهاب العالمي. شكرا. بالعربي ولا بالإنجليزي ولا ما تفرق؟ بالإنجليزي. أوكي. بما يتعلق أتفق مع ما ذكرته زميلتي بتعزيز العلاقات والاستثمارية بين البلدين، وأعتقد أن هناك اهتمام وتصميم من الدولتين والمجتمع رجال الأعمال في الدولتين على تعزيز علاقات أعمق وأقوى تجارية ما بين البلدين، وليس لدي هناك أدنى شك أن هذا سنتحقق من هذا وأن اقتصادين البلدين يكملان بعضهما البعض. هناك بعض الأشياء يمكن تقدمها المملكات تحتاجها جنوب أفريقيا كالمنتجات النفطية ومشتقاتها والبتروكيمائيات، وأيضا هناك في جنوب أفريقيا ما نحتاج إلى فاقتصادين يكملين بعضهما البعض. وأعتقد أن بالنظر إلى السنوات الخمس الماضية من العلاقات التجارية التي كانت في الزياد في معدل بحوالي 20 سنة. نقلنا لكم مشاهدينا